هل يمكن اشرح لي ونتيجة ل يعني خبرتنا الحمد لله في هذا المجال؟ على طول بنحب نجيب لحضراتكم النصايح يعني الافكار المهمة اللي هي بتفيد حضراتكم، ونصيحة النهاردة نصيحة غالية جدا ونصيحة لا تقدر بمال، نصيحة بفلوس زي ما بيقولوا، جايبها لحضراتكم عشان تستفيدوا كلكم منها والدل على الخير كفاعله. ونبدأ نشوف النصيحة بتاعتنا النهاردة بتقول ايه. لو حضرتك من عملاء البنك الاهلي او بنك مصر، توجه حضرتك الى خدمة العملاء في اي من البنكين، البنك اللي فيه حساب حضرتك، واطلب من موظف خدمة العملاء الحاجة اللي انا هقولها لحضرتك دلوقتي. طب حد يقول لي طب احنا يعني انت ايه اللي انت هتقوله ده، واحنا يعني مش ضمننا اللي انت هتقوله ده فعلا بجد؟ انا حضرتك قبل ما اقول اللي انا هقوله لحضرتك ده، انا توجهت بنفسي وعملت اللي انا هقوله لحضرتك قبل ما اقوله، عشان كده بعتبرها ان هي نصيحة وانا استفدت منها، وكمان انا عاوز افيد حضرتك من الاستفادة اللي انا استفدتها. حضرتك هتتوجه الى البنك، اي فرع من فروع البنك، وتاخد رقم وتقعد تستنى دورك، واول ما يجي دورك تتوجه الى قسم خدمة العملاء وتقول حضرتك للموظف انا عاوز اشترك في الحساب الالكتروني، انا عاوز اشترك في الحساب الالكتروني، كشف الحساب الالكتروني، وهو انه يجيني كشف الحساب بتاعي على الميل. طيب ايه بقى الفايدة؟ الميزة ان انا اطلب الطلب دوت، الموظف لو سألني هو طبعا عارف، بس ممكن يسألني ايه الفايدة اللي هتعود على حضرتك نتيجة ان احنا هنبعت لك كشف الحساب بتاعك على الميل. هقول له حضرتك اقفل لي موضوع ان المراسلات تجيني على البيت، وكمان اقفل لي خاصية ان المراسلات تحفظ بالبنك، لان برضو دي تكلفتها عالية. اول حاجة حضرتك لما تقول له انا عاوز اشترك في كشف الحساب الالكتروني، المفروض ان هو الموظف بيديك استمارة بتملاها وبتمضي عليها. بعد حضرتك ما تخلص الاستمارة دي وتقدمها له وبيبدأ هو ياخد اجراءاته، حضرتك بتقول له لو سمحت اقفل لي بقى موضوع كشف الحساب الورقي اللي هو بيجيني سواء على عنوان البيت او على عنوان الشغل بتاعي حسب ما انا سايب. هيقول لك ماشي مفيش مشكلة، ممكن اقفل لك اللي هو الورقي دوت واخلي لك الالكتروني. طيب حد يسألني طب هو ده كده يعتبر ببلاش؟ هقول له لا، مفيش حاجة النهاردة اسمها ببلاش، في رسوم، ولكن يعني في احلك الظروف هي اقل بكتير من كشف الحساب الورقي. في رسوم ما قلناش حاجة، بس اقل بكتير من كشف الحساب الورقي اللي ممكن يجي لك على بيتك او على شغلك، او يحفظ في تحفظ المراسلات في البنك، برضو بتدفع ايه تكلفة الخدمة دي، تكلفة عالية جدا. فاحنا بنقول ان هو يجينا على الايميل عشان الرسوم تبقى بسيطة جدا. الاول ما كانش مسموح ان حضرتك تعمل الاجراء دوت، ولكن دلوقتي بقى مسموح ان حضرتك تقفل موضوع الكشف الحساب الورقي دوت، ولا يجي لك على البيت ولا الشغل ولا حتى ان هو يحفظ في الفرع، وتفتح خدمة كشف الحساب الالكتروني زي ما قلت لحضرتك، بياخد من حضرتك الايميل اللي هيبعت لك عليه. بعد انا ما رحت عملت الاجراء دوت بحوالي 48 او 72 ساعة، جات لي رسالة على الموبايل، وكمان جات لي رسالة على الايميل بانه تم الاشتراك في خدمة البريد الالكتروني، وكمان في خدمة كشف الحساب على الايميل. طيب حد هيسألني بيقول لي هي دي بقى خطوة مهمة ونصيحة مهمة المفروض كل الناس تعملها؟ أقول له أيوة دي خطوة مهمة ونصيحة مهمة، المفروض كل الناس اللي ليها حسابات سواء في بنك مصر أو البنك الأهلي المفروض إنها تعملها، لأنها بتوفر على حضرتك إزعاج موضوع المراسلات والمصادقات، توفر عليك كمان الرسوم اللي بتتخصم نتيجة إرسال هذه الكشوفات وهذه المصادقات، توفر عليك حاجات كتير من الحاجات اللي ممكن حضرتك تكون مش محتاجها. حتى لما تيجي حضرتك كمان تعمل تقول انا مش عاوز، لو ما كنتش عملت موضوع حساب كشف الحساب الالكتروني ده، تيجي تقول انا مش عاوز حاجه توصل لي، طيب يقول لك طيب هنحفظها في الفرع، حفظ المراسلات في الفرع برضو بيبقى عليه رسوم عاليه جدا.
دلوقتي كان الاول ما ينفعش تقفل الاتنين، تقفل حاجه واحده. دلوقتي الحمد لله طلعت يعني قرارات ان انت ممكن تقفل الاتنين، اللي هو كشف الحساب الورقي وكمان اللي هو حفظ المراسلات في البنك، تقدر تقفلهم ويعني ما تفعلهمش عشان ما يشتغلوش. ممكن تقفلهم زي ما قلت لحضرتك بعد استيفاء الاجراءات في الفرع قدام موظف خدمه العملاء، تقدر تديله زي ما قلت لحضرتك الايميل بتاعك الشخصي عشان يبعت لك عليه كشوف الحسابات او المصادقات او اي حاجه حابب ان هو يراسلك فيها، يبعتها لك على الايميل، تفاديا لموضوع الرسوم اللي اصبحت عاليه جدا، وتفاديا لاي حاجه تانية. يبقى الافضل ان هو يجي لك كده وحضرتك يعني تتعامل معاه من خلال الايميل الشخصي بتاع حضرتك. في كمان حاجة برضو من ضمن النصائح برضو اللي أنا يعني من يعني خبرتي أو من تجاربي أو إن أنا أعملها، برضو موضوع الابليكيشن بتاع البنك اللي حضرتك يعني بتتعامل معاه. الابليكيشن بتاع البنك اللي حضرتك بتتعامل معاه ده بيوفر لك طبعا من ايه، من خلال خدمة الانترنت البنكي اللي حضرتك برضو بتبقى طالبها او بتبقى مفعلة عندك، ان انت ممكن تخش من خلال الابليكيشن ده تعمل حاجات كتير جدا. زي ايه؟ زي مثلا لو حضرتك عاوز مثلا تشتري شهادة جديدة من شهادات البنوك دلوقتي، بنك الاهلي وبنك مصر احنا عارفين منزلين انواع كتير من الشهادات باسعار عوائد مختلفة. لو حضرتك حابب تشتري شهادة مش ضروري ان انت تنزل وتروح البنك وتقف في الطابور وتاخد دورك وتروح عند الموظف وتشتري الشهادة، لا ده انت من خلال الابليكيشن بتاع البنك دوت تقدر تدخل تشتري الشهادة اللي انت عاوزها حضرتك وتحول الفلوس، او هم طبعا من خلال طبعا رصيدك هناك في البنك ياخدوا الفلوس بيربطوها لك شهادات زي ما حضرتك عاوز. عاوز مثلا شهادتين ثلاثة أربعة من اللي هي مثلا نوعها كذا، يخشوا هم يعملوا لك الشهادات دي وانت قاعد في بيتك حضرتك، قاعد في البلكونة بتشرب كوباية الشاي وماسك الموبايل بتعمل الخدمة دي من خلال الموبايل والإنترنت البنكي. كمان برضو ما تنسوش برضو في حاجة كويسة برضو حابب اقول لكم عليها، تطبيق انستابي يا جماعة، تطبيق يعني مريح وسهل جدا جدا جدا، وممكن من خلال التطبيق ده ان انا بقدر اربط عليه كل البنوك اللي انا بتعامل معاها، بنكين ثلاثة اربعة خمسة اكتر او اقل، وبتعامل ان انا بحول من بنك لبنك، بحول من نفس البنك لحد من داخل البنك بحول لحد تاني، بستفيد برضو ان انا بعمل بدفع مثلا مصاريف مصروفات، بشحن موبايلات، بعمل مثلا بدفع تبرعات، كل الحاجات اللي انا ممكن اعملها من خلال تطبيق انستاباي. وكمان ما بيخليكش محتاج ان انت يبقى عندك لكل بنك تطبيق، عندي مثلا ثلاث اربع بنوك الاربع تطبيقات بتوع الاربع بنوك، لا ده هو من خلال انستابي لوحده بقدر ان انا اعمل كل المعاملات بتاعتي اللي انا محتاجها. برضو يعني لغايه كده انا يعني الحمد لله يعني خلصت اللي انا كنت عايز اقوله لكم النهارده. ان شاء الله برضو لو في حاجه تانية افتكرتها هعمل لكم برضو بيها فيديو، والنصايح الغاليه اللي ما بتروحش الا للغاليين اللي زي حضراتكم، ان شاء الله يكون الفيديو اعجب حضرتك. ولو في اي حاجه برضو حضرتك برضو في اي اسئله او حاجه يا ريت تسيبوها لنا في التعليقات، وهنحاول ان شاء الله بجاهدين ان احنا نرد على حضراتكم. في اي موضوع برضو حابب حياتك ان احنا نتكلم في يعني موضوعات معينه ابعتوا لنا برضو في التعليقات، عايزين نتكلم برضو نتكلمكم في ايه او نشرح لكم ايه تحت امركم. اللي لسه ما شاركش في القناه يا جماعه يا ريت تشرفونا وتنورونا وتقولوا لاصحابكم وحبايبكم وقرايبكم يشتركوا في القناه، دعمونا بلايك وشير كتير عشان الفيديو بيطفو محركات البحث بواسطه اللايك والشير بتاع حياتك. كمان بتكسب ثواب ان انت بتعرف بحد تاني يكون عاوز يوصل الفيديو ده بمجرد ضغطك اللايك والشير، هو بيوصل للفيديو دوت بكل سهوله.
والدلع الخير كفاعله. اضغطوا زر الجرس او الاختيار اول او كل عشان يصلكوا كل جديد وكل اشارات الفيديوهات اللي احنا بنقدمها على قناتنا. بنشكركم على دعمكم لينا، وبنتمنى ان احنا توصلونا ل 20 و30 و40 و50 و100 الف ان شاء الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى، بفضل دعمكم ويعني وقوفكم وتشجيعكم لينا ان شاء الله. بنتمنى نكون بنفيد حضراتكم. بنعتذر عن الاطاله، وكان معكم سيد شاكر من قناه